لنا تقرير احنا عايزين نخش نشوفه وبعد كده نرجع نعلق على اللي هنشوفه. يا برج عائل في طريق الواحد ابدا حكايتي السفر التهريب بغير شرع. عندي اخت بنت وقاعد مع والدي ووالدتي ومتجوز ومعاها 3 عيال وساكن. طبعا ما فيش هنا شغل يدخلك دخل يومي انه عيشك مثلا عيشه انك تعمل حساب لبكره. وصلنا هناك دخلونا الحوش بداوا يقفلوا علينا بالبيبان. الشمس ما نشوفهاش، اكل وشرب ما فيش، معامله هانه يعني مش كلام. بعد ما المركب مشت بتاعتنا بساعه زمن المركب بدات تغرق. على ما القبطان رجع بها كانت المركب غرقت قبل ما توصل للشط. غرق اللي اتضرب عليه نار الضرب، اللي طلع وجرى في الجبل طلع. ما تخيل ان صاحبك يبقى بين ايديك وما انتش قادر حتى تعمل له حاجه وتسيبه كده بايديك وتعوم وتمشي. صعب صعب.